السلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فإن لله نفحات ينبغي للمسلم أن يتعرض لها وأن يغتنمها بالرجوع إلى الله عز وجل والتوبة، وأن التوبة تتجدد مع كل ساعة وفي كل ساعة. وهذا نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكان يقول والله إني لأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية والله إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. استغفار التوبة إلى الله عز وجل، فالتوبة هي علامة الرضا، فمن وفقه الله عز وجل للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل فقد وفقه الله وأحبه الله، لأن من علامة حب الله للعبد أن يوفقه للتوبة، والله يريد أن يتوب عليكم. فأنت تأخذ بالأسباب، والله يريد لك أن تتوب وترجع إليه، فإذا رجعت إليه أحبك. وتعلمون أن الله لا يقنط أحدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله عز وجل إذا أقبل العبد عليه أقبل الله عليه. إذا أقبلت على الله بالاستغفار والتوبة أقبل الله عليك بالمغفرة ومحو الذنوب. فقد تغفل، فجعل الله لك مناسبات ومحطات لمغفرة الذنوب، من ذلك الصلاة بين الصلاة مكفرات للذنوب، الوضوء مكفر للذنوب، الجمعة الجمعة مكفرات للذنوب، مكفرتان للذنوب، رمضان إلى رمضان، عمرة إلى العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشوف مش حل من ذنب ارتكبناه، مش حل من ذنب، ذنوب العينين، ذنوب اللسان، ذنوب السماء، ذنوب. فالله عز وجل يغفرها لك إذا تبت وأقبلت على الله عز وجل. فالله ينادي على عباده، يا عبادي يا ابن آدم إنك ما رجوتني ودعوتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لا غفرت لك. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. تأملوا ما أعظمه من كريم ومن غفور ومن رحيم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، إذا أقبلت على الله وقلت يا رب اغفر لي ذنوبي يغفر الله. إذا اعترفت، لذلك سيد الاستغفار وهو الاعتراف،
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. ما معنى وأبوء بذنبي؟ أي أعترف لك بذنبي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليست هناك واسطة بينك وبين الله عز وجل. كيش الواسطة؟ توب، قل يا رب يقبل الله عز وجل عليك، قل يا رب يفرج الله كروبك، قل يا رب يكشف الله همك، قل يا رب يغفر الله ذنبك ويمحو عنك معاصيك. ولذلك في بعض الأحيان تأتي الرسائل عبر واتساب وعبر أرسلها لعشر من الناس تفرج لك الهموم وتكشف لك وتقضى لك الحوائج، كلها خرافات. أرى واحد أرسلها المجموعة عشرة الناس عشرين الناس كشف الله له كذا وأعطاه كذا وأعطاه كذا، كلها من تلبيس إبليس والشياطين الذين يعملون على إبعاد الإنسان عن الله. الله كيقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا ترسل لي هذا ولا ذاك، اتصل بالله عز وجل يكشف بالوجه ويفرج كربك. فإذا قلت اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلا أذهب الله همك وغمك. الذي أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا أن نتعلم مثل هذا الدعاء، مثل هذا الدعاء، أقبل على الله عز وجل وأنت فارح. كاين اللي كيجي المسجد وهو قنطار، يجي المسجد وهو غضبان، يجي المسجد ربما العادة، ولكن هناك من يحبهم الله يأتي للمسجد وهو فرح، فرحان، مسرور، سعيد، يجلسه في المسجد يحس بواحد الراحة واحد طمأنينة وهو في بيت الله عز وجل. كذلك إذا أقبل على الله عز وجل يفرح، فإذا فرحت الله يفرح لتوبتك، الله كيفرح للتوبة ديالك إذا تبت إليه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان راكبا ومسافرا على راحلة، متاعه على راحلة، فنزل عليها وشردت وهربت وضلت، فين غادي يبحث عليها؟ فلات صحاري الشمس. فقال هذا أجلي الموت، فأخذ حجرة ونام عليها، فإذا به يستيقظ وكيوجد الناقة ديالو الرحلة ديالو بخطامها وقف على رأسه، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح لأنه كان ميت مات، فتحيت له الحياة رجعت له الحياة، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل اللي لقى هذا الضالة وهذا الرحيلة دياله. كأنه الإنسان كي يكون ضال، ضال الطريق، شارد، هارب، فار، ده الشيطان، ده المعاصي، الذنوب، كيرجع الله عز وجل كيقول له الله عز وجل رجعت إلي في النهار أقبلك، رجعت إلي في الليل أقبلك، رجعت إلي وأنت عاصٍ أقبلك، رجعت إلي وأنت مذنب
أقبلك كيفما كنت وعلى شكل كنت وعلى حال كنت فأنا أقبلك ولا أقنطك من رحمتي مهما كنت. تأملوا هذه الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون مهما كانت الذنوب إلا بينك وبين العباد، بينك وبين الله مهما كانت فمغفورة، إلا ما بينك وبين العباد فلا بد من أن تتحلل منها قبل الموت، وإلا كل واحد غادي يقف مع صاحبه اللي غتبه واللي ظلمه واللي تعدى عليه واللي كلا المال دياله، يقف بين يدي الله عز وجل. الله الذنوب كلها يستروها عنك إذا سترتها في الدنيا، إلا ما بينك وبين العباد فلا تغفر لك حتى يعفو عنك ويسامحك هو. لذلك انتبهوا، العلاقة اللي كتكون بينك وبين الله إذا كان فيها الذنوب والمعاصي قلت يا رب يغفرها لك، أما بينك وبين العباد وخا قلت يا رب ما يغفر لهاش لك، الله عز وجل روح عنده وتسامح معاه، تسامح معاه، وإلا فتبقى على ظهرك ويوم القيامة تتحمل مسؤوليتك وتبعاتك، تعطي له من حسناتك، فإن فنيت يعطى لك هو من سيئاتك حتى يطرح في النار والعياذ بالله. بسيطة، تصل بالله عز وجل مباشر، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ليس العيب أن تذنب، ولكن العيب أن لا تتوب، ليس العيب أن لا تذنب، ولكن العيب أن تصر، أن تصر. سيدنا آدم عليه السلام أذنب، الشيطان أذنب، سيدنا آدم أذنب معصية، دار معصية، قالوا الله عز وجل ما تأكلش من هذه الشجرة فأكل منها، هذا ذنب، هذه معصية، عصى آدم ربه، عصى آدم ربه فغوى. الشيطان عصى الله، سيدنا آدم عصى وتاب، وتاب إلى الله عز وجل فقبل الله توبته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. أما الشيطان لعنه الله فتكبر وتجبر وعاند أمر الله، لما قال الله عز وجل علاش ما بغيتش تسجد لآدم، لو أراد الخير لنفسه وأن تشمله رحمة الله مع العصيان لقال ربي اغفر لي لقد أخطأت فيغفر الله له، ولكن الله عز وجل قال له لماذا لم تسجد لآدم، بماذا رد الله؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لذلك جاء في الآثار أن الشيطان قال لسيدنا موسى عليه السلام يا موسى أريد أن أتوب، بغيت نتوب. فسيدنا موسى سأل ربه وهو أعلم، الشيطان يريد أن يتوب، هل له من توبة؟ قالوا نعم، باب التوبة مفتوح، ماذا عليه أن يفعل؟ يمشي لآدم لقبره ويسجد تحية وهو ميت، يسجد له فأتوب عنه.
لما قالها له سيدنا موسى قال له ما سجدتلوش لما كان أمامي وتدب فيه الحياة ونسجد له وهو ميت وهو عظم. فالكبر لازمه والعناد لازمه، ولذلك الذي يقضي على التوبة وهو عدم الاعتراف. تعرفوا شكون اللي ما يتوبش؟ وهو اللي ما كيعترفش. شحال واحد يقول غير اتق الله، يقول لك واش راني نهدم الجوامع، شنو درت؟ ما هدمت الجامع، ما قتلت الروح، ما درت كذا، ما درت. يا ودي الله يهديك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب الى الله، وكان يقال له يقول الله له اتق الله، يا ايها النبي اتق الله. واحد يقول له اتق الله ما يبغيش، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولا باسمه هذا، لان كل شيء مقلوب عندنا. اتق الله بمعنى احبك، يقول لك خاف الله. واش واحد يقول لك خاف الله تقول له واش راني نهدم الجوامع؟ لو كان تلاقوا مع الناس يقول لك خاف الله اتق الله عز وجل. حتى بعض الناس يقول بسم الله الرحمن، يقول لك تصبع عليا بسم الله الرحمن الرحيم، وليلة تخاصمت معه تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك واش رديتني شيطان؟ سبحان الله كل شيء مقلوب. فاذا تخاصمت مع شي واحد خصك تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لان بينكما شكون اللي كيحرك النزغه تاع العداوه؟ هو الشيطان. فقل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باش يمشي عليك الشيطان، واما ينزغنك من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله. اللهم تب علينا توبه نصوحه، اللهم تب علينا توبه نصوحه، وتقبل منا ركوعنا وسجودنا وقيامنا وصيامنا ان شاء الله. فما عرفتكمش بالمشفعين اللي